مجتمع الايام من العشرين سنه الاخرانيين بالظبط كده، منهم الارهاب، منهم ظهور مش عارف ما يسموا بالدعاء الجدد، ما يسموا مش عارف ايه، تلاقي فتاوي غريبه زي بولر الرسول، زي مش عارف، يعني المجتمع فيه بعض التغييرات عجيبه ما كناش بنقعد نفتي فيها كتير. الفتاوي كتير، بس انا مش شايف يا ريس حكايه ارضاع الكبير برضه حاجات غريبة يعني. لا اما المشكلة يعني انا تخيلت مرة مثلا لو انا مش موجود ومراتي بترضع السواق عشان يبقى يعني مش على سيدي الخروج ما اعتقدش الرسول عليه الصلاه والسلام يقبل ذلك لا طبعا طبعا. في الاول طبعا استاذ عادل وبتاريخه واحنا متربيين على افلام وحاجات كتيره جدا، في رهبه ان احنا نقف قدامه وفي مسؤوليه كبيره وفي حاجات كتير في دماغكم يعني جوه دماغ كل واحد يعني. فبصراحه استاذ عادل عملنا فجاه بجد اب لينا، بيتعامل بمنتهى البساطه وبيدينا ملحوظات وتوجيهات عشان نبقى احسن وافضل. ايه اب ليك؟ انت عندك كام سنه؟ يعني في ما معنى جريها يعني. الشهاده بتاعت الفتره الاولى كنت سائط فيها يعني، وكحكات حمراء وبتاع مش عارف ايه، وجات الشهاده دي وانا في البيت، فانا انا اللي استلمتها. فابويا بيكلمني وبيقول لي بيخطط لمستقبلي، حتى كان ايامها اقتراح ان في لغه ثانيه تبقى الماني، قال لي يا سلام الالمان دول ناس عظام جدا وناس اقوياء جدا وفي الصناعه ناس من اعظم ما يمكن، وهتلر ده كان قوي جدا لولا الظروف مش عارف ازاي وللنازيه مش عارف ايه، وابتدينا نخطط على اساس ان انا يعني ان انا هتعلم الالمانيه وادرس الهندسه وخصوصا في المانيا، وهكون انا يعني يمكن المطلع الوحيد على قمه الصناعه الالمانيه في العالم يعني. والشهاده ان انا صايد في جيبي وبكلمه بمنتهى الثقه، و بس لغايه بقى ما اكتشف الحكايه دي ان كله ان انا كدبت عليه كمان، مش ان انا سالته بس ان انا كدبت عليه يعني. خدت علقه عظيمه، خدت علقه بقى يعني. اول خناقه؟ لا مش خناقه ولا بتاع يعني، ويا كنت عايز تثبت فيها في المدرسه بقى. وبعدين واحد من الشله اتضرب، ايوه، فاحنا بقى قلنا لا لازم نروح ناخد بحق الواد. شارع ورا المدرسه في عجلاتي ده هو اللي يتخانق مع طالب بتاع، زوغنا نروح ناخد حق الواد، ناخد حق صاحبنا. ايوه، وكل واحد بقى جايب مسطره، جايب برجل، جايب مش عارف ايه، يعني العيال جامدين قوي. فزوغنا من المدرسه ورايحين بقى في الشارع، شارع ضيق كده ورا المدرسه. قلت له فين اللي عمل فيك كده؟ قال لي ده واحد لابس ستره كده وحافي. قلت له تعاد هنا. قال لي اقعد. قال لي اقعد امشي يا ابني كذا وكذا وكذا. ابتدى يشتمنا شتيمه يعني لا تغتفر، وهزقنا يعني. قلت له تعاد هنا بدل ما نيجي نقطعك يا ابني كذا. قال يلا يا ابني كذا من هنا، وجاب اسامي بقى امنا والبتاع والبلاء والزرقاء. طلعتك وراح قايم، راح قالع الجاكيت وراح قالع البنطلون، فجاه لقينا واحد قدامنا ملط. احنا كلنا وقعدنا نبص له يعني، قعدنا نبص للراجل ده فوق وتحت وكسفنا، قال جاي نتخانق لقينا واحد قال علينا ملط، وراح مطلع بتاع موس من جيبه كده وطخ طخ 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 فين؟ في وشه هو وفي جسمه. في نفسه؟ قلت له الله، اذا كان بيعمل في نفسه كده هيعمل فينا ايه؟ طيران. يعني في ناس اتكلمت برضو على احمد السعداني على اساس ان الفنان صديقي ورفيق السلاح صلاح السعداني، ما يعرفوش ان احمد غير بكالوريوس التجاره اللي هو واخده، دخل معهد الفنون المسرحيه وخد بكالوريوس معهد الفنون المسرحيه. عايزين اكتر من كده يعني، ولا انت ما خدتش؟ لا انا خدته في 7 سنين يا استاذ، خدته في طبيعي يعني مرتين. هي الفكره في ايه؟ خليه يحكي لنا، اسمع بس، خليه يحكي لنا على الراجل اللي كان في واحد اتكيت بيه، كان واحد عنده جامع خاص. ده من كل جامع خاص، جامع كل ما قابل احمد اقول لازم تحكي لي الحكايه دي، موقعني بالضحك. احكي لنا يا احمد. ده هو راجل المفروض عندنا يعني باني جامع تحت اسكندريه زمان، فهو باني جامع
علشان بس يتعافى من الضرايب يعني. لكن قفله ولا بنصلي فيه ولا حاج بيصلي فيه. وبنروح نصلي في جامع بعيد قوي. فكل ما قابله اقول له عم هارون ايه الحكايه تفتح الجامع ده هنا. هو كان بيخاف قوي من ان في بعض الجماعات المتشدده في المنطقه وفي الحي انهم دخلوا مره على جامع وقعدوا فيه واستولوا عليه وعملوا جمعيات خيريه والراجل صاحب البيت وصاحب الجامع بقى ايه تخش الجامع غريب. فهو خايف يحصل له نفس الحكايه دي. فبقول له عم هارون كده ما تفتح الجامع علشان نصلي في الجمعه بدل ما بنروح تخرج مشوار. قال لي لا بص كل مشوار بحسن يا عم بس موضوع الجامع ده ما تفتحوش معايا تاني. طب ليه يا عم هارون؟ لسه ما حدش سقف دراسته. استنى هقول لكم. قلت له يا عم هارون يعني ما تفتح الجامع؟ قال لي لا بص العيال المتشدده اللي موجودين في المنطقه حد يجي ياخد الجامع زي ما حصل في الجامع اللي هناك. وانا مش عايز مشاكل مع الحكومه وبيقعدوا يشتموا وبتاع والنبي الله يخليك. يا عم الله يكرمك ما فيش حاجه احنا هنجيب واحد يخطب وهنجيب واحد يقول يقرا قران ونصلي كده في الجامع حتى يعمل بركه في البيت يعني. قال لي على مسؤوليتك بقى انت يا عم احمد هات لي بقى واحد خطيب كده يخطب للجمعه بس ايه لا يشتم لا في حكومه ولا يشتم في ناس ونقول الكلمتين بتوع ربنا كده ونصلي بامان ربنا ونتكل على الله علشان ايه الليله دي تعدي على خير مش عارف زي ما نكون داخلين خناقه يعني. قلت له ماشي يا عم هارون. جبت له واحد يعني من قرايبنا كده خريج كليه التربيه وحافظ خطب الجمعه وبتاع. جبت له خطب الشيخ محمد الغزالي قلت له احفظ خطبه بقى من الخطب ديت. وفي الاخر كده دعاء حلو وبتاع وتصلي الجمعه وعايز الجامع ده كده يبقى ينور ينور كده. فيوم الجمعه اللي هو اول جمعه بقى اتفقنا هيفتح الجامع فيها جه صحاني من الساعه 10 ونص يعني 10 ونص الصبح بيخبط على يلا عشان نفتح الجامع يا عم احمد. يا عم لسه الاذان بيقدر الساعه 12 12 وقال لي لا والنبي علشان تبقى معايا من اولها كده. فتح الجامع وقعد عينيه على باب الجامع يعني هو ايه لا باصص لقبله ولا بتاع. قال لي جبت الراجل بتاعك؟ قلت له قاعد بيقرا قران ومية مية. فقعد باصص كده على اي حد يخش باصص على باب الجامع على باب الجامع. هو مش شايف حد غير باب الجامع. اي حد داخل كده عينيه معاه لغايه ما بيروح يتوضى وبعدين يرجع تاني وكله اقول له ما تقلقش كله تمام. شويه وبيبص كده لقينا داخل من الجامع واحد دقنه لحد هنا ولابس جلابيه صغيره وسبحه كبيره يعني شكله باكستاني من اللي هم عاملين الطوايق. وداخل هو شافه بقى كده واحد داخل كده وبيقلع لسه الجزمه وده قال لي اوبا الجمعه بينها هتبوظ ولا ايه؟ قلت له يا عم يا عم الله يكرمك ما تضيعش علينا الجمعه يا عم هارون هتبوظ ايه؟ قعد عينيه مع الراجل لغايه ما راح اتوضى وجا الراجل بيصلي ركعتين كده جنبه وهو بقى وشه فيه كده يصلي معاه راكع معاه يسجد معاه شغال معاه وانا عمال اهديه يا عم هارون. المهم الراجل صلى الركعتين وقعد كده تمام والخطيب بتاع الجمعه عمال بيقول خطبه وقال حديثين حلوين وفجاه ما تفهمش الواد سخن ولا ايه الخطيب فجاه سخن كده ده زميلي يعني ما فيش وراح قال لك وبالنسبه للتلفزيون والحكومه التي تترك الناس تتفرج على التلفزيون فجاه لقيت هارون ده وشه احمر وعلى لا لا وده ينفع اقم الصلاه فنديه اقم الصلاه هتحبسونا في صلاه الجمعه انا وياك يا عم احمد زي ما يكون بيعايرني يعني. فالراجل الراجل اللي ابو دقن جنبه قال له اقعد يا عم عيب اللي انت بتعمله دي خطبه وحرام تتكلم فيها قال له بقول لك ايه ده الجامع بتاعي ومحدش له دعوه بيا الله يبارك لك. قلت له يا عم هارون مفيش حاجه اسمها الجامع بتاعي اقعد بقى الله يكرمك. فهو هو يعني مش طايق الراجل ده. وبعدين جت الصلاه فبنصلي بنحط رجلنا كده جنب بعض زي ما بيحصل في الصلاه علشان تسد الفرج. فهو الراجل بيعمل له كده وهو يعمل له كده اهو ده بيتخانق مش بيصلي. الراجل يعني بهدوء شديد كده وبادب يعمل له كده بيلزق رجله في رجله فيروح عامل له وبعدين بعد ما صلى يا دوبك بس ايه راح مسلم وراح باصص للراجل قال له شاغلني طول الصلاه انا ما عرفتش اصلي حلو منك شاغلني رجلك في رجلي. قال له يا اخي علشان الشيطان ما يخشش بينا. قال له يعني الشيطان هيسيب كل ده الخرم ده كله هيخش من هنا اهو. في واحد صحفي اسمه حسن عبد الفتاح جزاه الله حسن عبد الفتاح حسن طبعا هو مصور اساسا وكان مرافق ليا في ال لا كان مرافق ليا في فترات طويله كان مرافق ليا في الرحله المهم
لقيته ايه حسن فتاح ده ادى الكاميرا الواحد وراح جاي جنبي انا وعلي عبد الله الصالح وبيصور معاك. انت رايح فين؟ امشي من هنا. قال هتصور باماره ايه يعني جاي تصور؟ قال فالراجل علي عبد الله الصالح الرئيس علي عبد الله فبص كده قلت له ده مبتز. قال له امشي هناك. واخد بالك الراجل؟ طب ده صحفي عايز يصور معاكم. صور معانا معلش بس مش في مقابله رسميه. صور معانا ازاي يعني؟ عمرك شفت مصور بيصور بيدي الكاميرا الواحد يصور جنب الرئيس باماره ايه يعني؟ رحنا الجزائر ضيعت الراجل قلت له ده مبتز. رحنا الجزائر واحنا خارجين بيسلم بقى على قلت له يا حسن اوعى تتصور مع الرئيس بوتفليقه. هو بيسلم ببص وراه لقيت حسن بيتصور مع الرئيس بوتفليقه وواحد مد الكاميرا الواحد بيصوره برضه. قلت له يا حسن مش انا قلت لك ما تتصورش مع الرئيس بوتفليقه؟ قال لي ده انا بس واخدها للارشيف عندي. ما فيش اربع ايام لقيت صوره حسن مع الرئيس بوتفليقه يقول لك حسن عبد الفتاح في احد جولاته. وانت كنت معاه؟ لا انا مش موجود. انت كنت معاه في الجوله يعني؟ انا كنت معاه. ما فيش حد شتم قدي وما فيش حد هوجم قدي على راي صلاح السعدني. يعني قال ان عادل امام هوجم اكتر ما هوجمت اسرائيل في الصحف العربيه. يعني انا مؤسسات كامله قعدت تشتم في عادل امام سنوات طويله، مؤسسات صحفيه باصداراتها كلها. وكان حتى ممنوع كمان حظر ها يتقال اسم عادل امام. يعني يقول لك يذاع اليوم فيلم المولد بطوله يسرى وعبد الله فرغلي بس. ما فيش عادل امام ولا في اي حاجه. مش عارف ايه لمده حتى طويل. في البرامج لمده طويل. لا 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 والله العظيم. ف هو اخو محمود قاعد بيتكلم بقى وكان بيكلم مراته في التليفون. فانا بقى دي بقى بنتي يعني اعرفها من وهي بيبي يعني. بحكم علاقتي باستاذنا الله يرحمه محمود السعداني وصلاح السعداني طبعا كان زميلي ورفيق سلاحي في كليه الزراعه. فاقول لها خليه يجيب لك حاجات كتير ده بياخد فلوس كتير قوي. ينزل عيني يجيب لها بقى حاجات سينيهات وبتاع. فكل ما نروح البلد وهو يكلمها اقول لها نفس الحكايه. بس فتغلب شخصيا. شايل كلها. ما فيهاش حاجه. ما حوشش حاجه لا خالص. انت كنت عايز كانت حضرتك كبير. انا كده انا قعدت 11 سنه لوحدي. حتى كنت راح اتخانق معاهم اقول لهم كل الناس ليها اخوات اشمعنى انا يعني. لغايه ما ربنا بقى اكرمهم بمنى وبعدين عصام وبعدين ايمان. ربنا يخلي يا استاذ. ربنا يحفظك. في ناس غصب عنك نجحت ما نجحتش هتربطك بقى بان ابوك هو اللي عمل معاك كده ان مش عارف ايه اللي حصل. انت مثلا ما شفتش معاناه بالقدر الكافي. لا الناس فاهمه ان الحياه سهله جدا. في اسماء معروفه بالنسبه لك الطريق كان اسهل بالنسبه لك اكتر. بالظبط يعني قال لك وكل مره هو اختصر لك الطريق. يعني في ناس كتيره جدا شايفه ده انما الحقيقي غير ده تماما يعني. والدليل ان في هذا المسلسل والناس دي كلها موجوده معانا احنا فعلا تعبنا جدا واتبهدلنا وبرضه يجي يقول لك اصل اب بيورث لولاده. في مميزات ان بابا هو عادل امام. دي ميزه كبيره بس كده. دي اللي انا كنت جاي اتكلم فيها. لا هي دي ميزه كبيره. فخورين ان احنا وهي دي الفكره على فكره. مش حاجه اعمال الاستاذ عادل لان الاستاذ يعني اعمال الاستاذ عادل الحمد لله دايما بتنجح يعني دايما وطن النسبه اللي بتشوفها نسبه كبيره من الناس عكس بعض الاعمال الثانيه. فعشان كده يعني كان دايما اكتر مدح ليا شفته في افلام الاستاذ عادل واكتر شتيمه شفتها في افلام الاستاذ عادل. انا لسه حاسس الحكايه دي يعني اصل هم اولادي كمان ورثوا الناس اللي بيهاجموني. صحيح. يعني الناس اللي هم بيورثوا السلبي بيورثوا خليفه خلف خليفه خلف خلف في حلم الصحيه دي بقى لها قد ايه الواحد كل ما يشوفها يقعد يضحك برده على كل افتات. اهو قال لك انا بزدري الاديان في كان في قضيه بزدري الاديان اللي في ده يعني في المسرحيه. في قضيه اترفعت عليك وقتها يا استاذ عادل؟ نعم. كان في قضيه اترفعت عليك بسبب المسرحيه دي؟ انا اكتر ممثل اترفع عليه قضايا. واتحاكم مره عليا برضه بثلاث اشهر سجن وقال لك انا محتفظ بالورقه دي من الرقابه. يقول عادل امام لعضو الميمنه مين؟ بيجن في مسرح في مشهد المحكمه. بتاع نهايه المحكمه. بيقول بيجن وهذا يعوق مسيره السلام. انا لما قلت بيجن عبقري.
فهمنا احنا كده دلوقتي ليه الحكايه اتكملت. اسمنتيه فظيعه شكلها وحش كمان. انت تقدر تعمل كده في ايه في ايه؟ مفيش حاجه. لقيت حاجه لفت حواليا. تقدر تعمل كده في اوروبا؟ لو ثلاث كروت معايده كده يا ريس ل 2009 تحب تبعت مين الثلاث كروت دول وتكتب فيهم ايه؟ انت هتعمل زي الموزعين؟ لا والله اصل انا عايز في حاجه كده. الزعيم عادل امام اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم في لقاء خاص لينا ومش لوحده، هو والفرقه مجتمعه، فرقه ناجي عطبلة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. هبدا بدايه بس يعني طب ما تيجي نعمل فاصل اعلاني وبعدين نتكلم. هريتونا اعلانات في المسلسل، حرام عليكم. ما احنا بنعوضها في الفصل القصير.